اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي الصائمين ورحمة من الله وبركاته. سؤال اليوم السادس من شهر رمضان المبارك: هل يصح السفر فرارا من الصوم؟ نعم، هذا هو السؤال الذي يمكن أن يتبادر للأذهان، أننا في بعض الأحيان نفر من الصوم. هل يصح وكيف يصح لي أن أفر من الصوم؟ تكليف من الله سبحانه وتعالى، فهل يجوز السفر فرارا من الصوم أو لا يجوز؟ هذا هو السؤال. الجواب: نعم يصح ويجوز ذلك، فيصح السفر فرارا من الصوم، ولكن لابد أن يكون بمسافة شرعية متعارفة، اللي هي 22 كيلو ذهابا و22 إيابا، أي 44 كيلو التلفيقية. فإذا يصح منك السفر قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر، يصح قبل أذان الظهر، يصح منك أن تسافر إلى مسافة شرعية تفطر، ثم بعد ذلك ترجع إلى موطنك وأنت مفطر، ثم تمسك ثم تقضي هذا اليوم. أما لو كان سفرك بعد الزوال إلى مسافة شرعية، لابد أن تحافظ على صيامك، ويعتبر صومك صحيحا إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ببركة محمد وآل محمد.